السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم قناة عبد الحق زراعة وإرشادات. اليوم في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية الخاصة بجوز البيكان أو لانواد بيكان. اليوم رانا في شهر مارس، بالتحديد 26 مارس، يعني بعد حوالي 3 أشهر من زراعة بذور الجوز كما فصلناها لكم في الحلقة الأولى. اليوم شاهدوا النتيجة، خروج شتلات الجوز ما شاء الله ناجحة 100%. انظروا إلى الجدر هنا، يعني كنت قد نقلت منذ قليل واحدة من الشتلات الناجحة، انظروا إلى كيس بلاستيكي أكبر، وهذا حتى يتسنى لها النمو بشكل جيد. كيس بلاستيكي مثقوب، هي كنت قد شرحت لكم الطريقة المثالية، وهي الزراعة في أواني بلاستيكية صغيرة، هي ثم بعد الإنبات تقومون بنقلها إلى كيس أو إناء أكبر هكذا. أنا شخصيا استعملت أكياس بلاستيكية متوفرة يعني عند أصحاب المواد الفلاحية. بعد قليل سأريكم الطريقة يعني الأفقية، يعني تكلمنا عنها في الحلقة الأولى، وهي زراعة الجوز بطريقة أفقية، حيث أنها الطريقة المثالية لنمو الشتلات. انظروا معي أعزائي المشاهدين، هنا يعني الصورة واضحة أفضل، إلى الوضعية الأفقية لحبة الجوز. الجذر يتجه نحو الأسفل، أما الشتلة فتخرج نحو الأعلى، الصورة واضحة جدا. بعدما تقوم بفصل حبة الجوز من الأواني الصغيرة الخاصة بالإنبات، تقوم بوضعها بهذا الشكل، تقوم بحفر حفرة صغيرة هنا بواسطة عود. بعدما تقوم بعمل حفرة صغيرة، تقوم بوضع حبة الجوز هكذا.